فوائد كبيرة بزاف للذاكرة والدماغ، ومفيدة جدا للأطفال اللي كيكون عندهم مرض التوحد ولا طيف التوحد، ولا الأطفال اللي كتكون عندهم الحركية والنرفزة والغضب الشديد، كتمد واحد النتائج في القمة. نستعملوا النباتات هذه الطبية، نباتات من الطبيعة مباشرة، ما كنفضلوش المواد مثلا الصناعيه ولا تاع النجاره تاع الخشب، وهذا لعده اعتبارات، خاصه من ناحيه تاع المناعه ديال النحل، باه يبقى دائما النحل ديالنا محافظ على الصحه ديالو.